تبدأ الحياة كطبيعية كأي فرد من أفراد المجتمع، نشأت في أسرة صغيرة ذات دخل متوسط لله الحمد والمنة. كانت ظروف الحياة تسمح لنا أنه نتحرك من منطقة لمنطقة بحكم عمل الوالد. أنا أعتبر الجيل الثالث من عائلتي اللي بدأ التعليم، فادتني هذه في المرحلة الابتدائية. فأنا تقريبا من سن سادس ابتدائي أنا كنت أروح بعد ما تنتهي المدرسة أتوجه مباشرة للدكان، دكان جدا صغير عدد العمال اللي فيه قليلة. خلال سنة ونصف لما أصبحت في الصف الثاني متوسط أصبحت أدير المحل كاملا بشخصي، أكسبتني خبرة في التعامل مع المادة وكيف الصادر والوارد وتوريد البضائع، ويعني دراسة السوق والاهتمام بكل أمور السوق. بعدها ابتدت مرحلة جديدة وهي مرحلة الثانوية، قررت أني أغير الوجهة وأغير طريقة العمل، فبدأت مشروع بسيط أنا بنفسي عبارة عن مغسلة سيارات. المشروع هذا جدا كان ناجح وجدا كان مربح. خلال فترات دراستي هذه إلى الثانوية وأنا بفضل الله من العشرة الأوائل، ليس على المدرسة بل على المنطقة. الهدف الأساسي من المرحلة الثانوية كان أنه أنا دكتور، أنا داخل كلية الطب بحكم أنه أخوي الأكبر طبيب، كنت المحاكاة والمعايشة معه، حتى لدرجة أني كنت أدخل المحاضرات كلية الطب في جامعة جدة من كثر الشغف بالطب. فخلصت المرحلة الثانوية بمعدل جدا عالي، أنا متوقع أنا دكتور. قدمت للجامعات، صادف في ذيك السنة سبحان الله أنه الجامعات وحدت يوم القبول، فأنت ما تقدر تقدم لأكثر من جامعة. فقررت أنه بحكم المعيشة كانوا أهلي في هذيك المرحلة انتقلوا إلى مكة، قررت أني أقدم في جامعة مكة. دخلت الاختبار التحريري ناجح كالعادة، شيء متوقع ولله الحمد. قالوا بس نحتاج نعمل مقابلة شخصية، فأنا قلت المقابلة الشخصية حتكون إيش؟ تأكدوا من شكلك، يشوفوا أنت مناسب عقليا ذهنيا جسديا للدراسة هذه بحكم أنك حتتخرج طبيب. لكن للأسف صدمت أني لم يتم قبولي في كلية الطب. كان هذا أول تحطيم لي في حياتي اللي أنا مريت فيها. نفذت كل الخيارات، ما لقيت إلا أني أروح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أني أصير مهندس. أول تجربة صعبة، خروج من نطاق الأسرة، أنت موجود مع أهلك مع أخوانك والدتك والدك، أنت في ما يسموه المنطقة الحرة اللي أنت تقدر تتصرف بها بأي طريقة. بينما تنتقل إلى مرحلة جديدة من الحياة، أنت مسؤول عن مصرفك مشربك مأكلك ملبسك، بتصادف أشياء غريبة. يعني أنا في أول سنتين أتوقع أني سكنت مع 11 شخص. تتوقع أن هناك في الحياة ناس هم أصدقائك ومقربين لك، لكن المحاكاة هي اللي تثبت العكس. عدت السنة الأولى من التجربة في جامعة الملك فهد ممتازة، طالب متفوق جاب متفوق، شيء طبيعي. انتقل للمرحلة اللي ما بعد السنة التحضيرية، وهذه كانت ثاني صدمة في حياتي واجهتها. أنا كنت من الطلاب المتميزين في الرياضيات، وكل مسابقات وزارة التعليم في الرياضيات أنا أشارك فيها. لظرف ما حصلت على درجة راسب في مادة الرياضيات في السنة الثانية، وبالتالي نتج عنها إنذار بالفصل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. الإنذار ده وصل للأهل، استمريت السنة الثالثة حاولت، قلت هذا يعني كبوة نستمر والحياة تستمر. وصلت لقناعة إنه هذا مو هو الطريق اللي أنا حسلكه، فقررت إني ألم أغراضي كلها وقدمت طلب بسحب ملفي من الجامعة وأخذت أغراضي كلها ورجعت إلى مكة أجر ذيول الهزيمة معايا. وأنا داخل البيت كانت صدمة كبيرة للعائلة إنه ابنهم المتفوق الممتاز الآن ما متوقف عن الدراسة وعنده مجال إنه يكمل دراسته.